وضمن التعاون المغربي الأمريكي هذه المرة نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يوما دراسيا تم خلاله تقديم منح دراسية للطلبة المغاربة الراغبين في إتمام دراستهم بالولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل مع سعاد الزيتراوي وعزيز أشيبان. طلبة جامعيون يدرسون اللغة الإنجليزية جمعتهم هذه الورشة بعدما جمعهم حلم إتمام الدراسة بالجامعات الأمريكية. كيف يمكن الولوج إلى مدرجات الجامعة بأمريكا وما هي التسهيلات للحصول على المنحة؟ هي أسئلة كثيرة يطرحها الطلبة والإجابة جاءت بها الأيام المفتوحة أو يوم أمريكا. وفي الحقيقة شنو نقول لك كتقييم على الاكسبوزي اللي قامت به الأستاذة أن عطتنا بعض النصائح وبعض الإرشادات كيف أننا يمكننا أننا نسجلوا أو نخرطوا بجامعات أمريكية، ولكن الغريب في الأمر أن المشكل اللي تيعاني منه معظم الطلبة أن مشكل المال، يعني المشكل ديال الفلوس اللي تيعاني منه، يعني الرصيد البنكي. سهلات موجودة دائما غير حسب الطالب وحسب واش طالب ممتاز واش طالب يعني عنده مؤهلات باش يتقبل في جامعة أمريكية. وبخصوص المنح الجامعية تعطى سنويا 14 منحة بعدما كانت تمنح 8 منح فقط. الجامعات المغربية كانت دائما تعتمد في علاقتها مع أوروبا ومع فرنسا، فالآن يجب أن نهتم كثير بما يجري وبما يجري في الولايات المتحدة. الجامعات الأمريكية تقدم مساعدات كثيرة للطلبة وللأساتذة الباحثين، ففي هذا اللقاء فعلا يكرس هذا الاهتمام. باب آخر من الأبواب المفتوحة انفتح على طلبة وأساتذة الحقوق وعلى رجال القانون بفاس في محاضرة ألقاها السفير الأمريكي بالرباط. فالرجل الذي امتهن المحاماة في بلده نوه برغبة المغرب في إصلاح القضاء وعلى ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق العدالة.